أنا محمد علاء الجليل سائق سيارة إسعاف منقذ وبعتني بالحيوانات هون بسوريا. كنت صاحب محمية الأولى في سوريا، محمية القطط، كانت في حلب منزل أرنستو لإيواء الحيوانات ومساعدتهم، بالإضافة لمساعدة الفقراء والأيتام. بنينا هذا البيت باقتراح أنا وأصدقائي من جميع أنحاء العالم، قررنا أنه نساوي محمية للقطط، بيت نحمي فيه القطط، والحمد لله نجحنا لفترة سنتين وانقصف هذا البيت وطلعنا خارج مدينة حلب على أرياف حلب حوالي حلب. قدرنا أنه بمساعدة أصدقائي وبدعمهم لألي أنه نبني بيت تاني بفضل رسامين، في رسامين عالميين رسموا لي صور وباعوها بمزاد علني، قدرنا نجمع هذا البيت حتى نرجع نأسس من أول جديد. أنا بالنسبة لي بحب القطط من أنا صغير، وعندي هواية كتير أنه أعتني بالقطط. طبعا عائلتي كلها هيك، لذلك أخذ هي من عائلتي أنه نعتني بالقطط كتير. بهوايتي بالقطط كان بوضع الحرب، أول ما بدأت الحرب من 5 سنين، كنت أنا جاي على البيت أخلص دوامي كمسعف، أجيب معي كيس أكل أحطه بالشارع للقطط المتواجدة فيه يوميا. تفاجأت بعد فترة كسرت هاي القطط، يعني صاروا يجوا على المنطقة بشكل كبير لياكلوا، قمت صرت أزيد لهم الكميات وأجيب لهم أكل مشان ياكلوا يوميا. هيك كانت بداية القصة، وكان عندي حلم أنه أساوي بيت للقطط أو محمية للقطط.